Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا جماعة؟ زي ما عودناكم كل يوم في جديد مسوس الشراكات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. زي ما قلنا قبل كده شعارنا ايه؟ أحلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركة عندنا وكل الناس المشتركة عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. يا ريت الناس اللي بتتابعنا يا ريت يا ريت يا ريت الدعم من قلبهم، يا ريت الناس تقف معانا شوية زي ما احنا بنحاول نقف مع كل الناس. يا ريت انا محتاج الدعم بتاع الناس اللي بتتابعني، يا ريت ارجوكم انا محتاج دعمكم ووقفكم جنبي عشان القناه تتحرك شويه وتمشي. النهارده ان شاء الله رايحين نتفرجوا على كلب شرس. واحد كلمني من الناس المتابعين قال لي عندنا كلب شرس مقاتل ما بيتلمس ولا يتحنن ولا تقدر تيجي جنبه. طبعا احنا لما بنيجي نروح نصوره زي ما جينا قلنا الكلاب الشرسه دي بنروح نشوفه الكلب هل بيستحمل فعلا، بيستحمل ضربه، بيستحمل دخول، وبيستحمل ان محدش مثلا تلمسه والكلب بيقف 100 والكلب بيخش وبيهجم، ولا كلب بتاع شراسه بس اللي هو بيهوى وبيهبهب بس ما بيعضش، ولا كلب شغال شراسه بس وما بيتلمسش. وزي ما بتشوفوا كده اهو ما بنروحش احنا نتأنزح على حد ولا اي حاجه، احنا بنروح محبه للناس ومحبه من الناس فينا، بيبقوا برضو بيهتموا بينا. اللي مثلا الكلب يبقى لابس كمامه، الكلب يخافوا علينا ما نتعضش ما يحصلش اي حاجه كده اهو، فبنروحوا بيبقى حب فينا كلنا مع بعض. بنشوفوا الكلب بيصلح لمين؟ ناس ياما بتبقى محتاجه كلاب شرسه لمصنع لفيلا لارض للكلام دوت، فاحنا لما بنروحوا نعملوا فيديو بنعمل فيديو للكلب وبنشوفه يصلح لمين، على اساس لما تيجي حد يتكلمنا نقول له الكلب ايوه ده شرس 100%، لا ده شرس 70%، لا ده شرس كده. فكل ده احنا بنعرفه لما بنروحوا الفيديو، ولما الناس بتتصل بينا بتقول لنا الكلب ده ينفعني في الحته الفلانيه، اه الكلب ده ينفعني في الحته الفلانيه، لا ده ما ينفعش. فاستنونا ويا ريت الدعم من قلبكم ويا ريت تقفوا معانا، ويلا بينا عشان ما نطولش عليكم. كده كده يشتغلوا Ha!
تمام يا بلال؟ تاني برضه مكسورة تحت شغل الله. شغل اهو بصوا بصوا ده شغل التحفيلات. لا والله يا عم انا بتكلم عليك. هتروح عند حد تجرب لازم تبص على الكمامه كويس قوي والجنزير ان ده كده اهو يعملوها يا دوبك بص بلزقه يا اما الجنزير يبقى ايه يا دوبك القفل مهرمي ولا حاجه. تيجي تجرب الكلب تلاقيه راح مسكت لسه ما شفتش الجنزير يعني ممكن يكون الجنزير برضه ما هو امسك يا بلال. طبعا الناس دي عيالي فطبعا هيعملوا كده انا جاي على فكه بس هي ايه اللحام فكه انا بهزر بس. بنعمل كده في كلب بيته بس ستر ربنا اللي كان لابس الكمام عوايد لسه شفت الكلب اللي هو طالع عليه الكمام بس عادي برضه للي واقفين
بس شايف كده اهو كلب ما شاء الله، اي حد محتاجه يكلمنا يتواصلوا على طول. كده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا قد استمتعتم معانا. من هنا سادتي وسادتي، انتهى حلقه اليوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه.